تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ريفيجن على يونت 2. وخلي بالك هنبدأ الجزء الأول اللي هو الفوكابلري في الكونكت بلس، وركز معايا استأذنك عشان تطلع فيه. بيقول لي الهيومنز والويلز ومين من تحت دول يعتبروا ماملز؟ هقول له طبعا يا مستر اللي هم اللاينز الأسود. اوكي هات نمبر 2. بيردز ايت ميت فروت انسكتس نوتس اند ايه من الحاجات اللي تحت دي الطيور بتاكلها؟ هي بتاكل ايه؟ السيتس. طيب نمبر 3، يلا يا مؤمن. بيردز هاف ايه ويتش ار هارد اند ميد اوف بونز. يبقى هنا اهو حاجه من دول تعتبر صلبه ومعموله من العظام، هي البيكس المناقير. يلا يا حمزه. ريبتايلز هاف ايه؟ زي دونت هاف فير اور هير. يعني الزواحف ده هي بتبقى عندها ايه؟ اللي هي الحراشيف السكيلز، وبالتالي هي ما عندهاش لا فرو ولا شعر. هات اللي بعده نمبر 5. فيش تيك ان اكسجين ثرو ذير رماس جلز، اللي هي ايه؟ اللي هي الخياشيم. يبقى السمك بياخد الهواء بتاعه او الاكسجين منين؟ من الخياشيم. هات نمبر 6. زي امفيبيانز. Amphibians have smooth skin and live in habitat. هتبقى moist اللي هي البيئة الرطبة. هات 7، يلا يا سماء. Reptiles and amphibians are blooded. Cold blooded. هات اللي بعده، يلا يا رضوى يا مؤمن. Amphibians always lay their eggs in a water. يبقى هنا هو دايما البر مائيات بيحطوا الليل البيض بتاعهم فين؟ في المية. هات حمزة. Fish have scales and use their A to move. فينز اللي هي الزعانف بيستخدموها عشان يتحركوا. هات رماس. الماملز ار ايه بلادد؟ مين تاني مع الماملز يعتبر ورم بلادد؟ البيردز. برافو عليك، عاش. هات سما. The biggest land animal in the is the elephant. African اللي هو الفيل الافريقي، اكبر حيوان على وجه الارض. على البرية طبعا، لكن في العالم كله لا. هات اللي بعده، يلا يا مؤمن. The elephant is a mammal. هو ايه المامل ده يا مؤمن؟ اللي هي بتولد وبترضع، اللي هي الثدييات. طيب The mammals are، هي المامل دي تعتبر vertebrate ولا ايه vertebrate؟ هو يعني ايه vertebrate؟ اللي هي الفقريات، اللي هي عندها عمود فقري اللي هو في ظهرها ده. ذاكر. هات 14. ما انا ذاكر، ما انا فرحتي ان انا عاملها صح، عاملها حدي بادي يعني. ذاكر. هيومن بيرد از ذا سمولست بيرد، اللي هو طبعا الطائر الطنان ده اللي هو البي هيومن بيرد، اللي الثلاثه دول يتلزقوا ببعض كده، بي وهيومن وهيومن بيرد. ده كده اول بارت يا شباب. تعال ناخد حاجة كمان، هات الجرامر معايا. وجود زين تخليني اخد ايه يا سما؟ ذا ايشن اليفنت اللي هو الفيل الاسيوي. الايشن اليفنت ده بالمقارنة بالافريكان سمولر. هات مؤمن. ذا ويل شارك از ذا ايه؟ بيجست. يلا يا حمزة. ذا بلو ويل از ذا ايه؟ از ايه؟ بيجر ذان. هات 4، يلا يا رماس. ذا اي بيرد از ذا بي هيومن بيرد. ذا سمولست اللي هي سي. هات 5، اوستريتش از ذا اي. ذا بيجست. يلا يا مؤمن. علي از اي زين. تولر. يلا يا حمزه. ذير از ا تايني كاميليون ان مادغاسكر، اتس ذا اي ريبتايل. هي تعتبر سمولست الاصغر. هات اللي بعده. خالد كان رن، هي از فاست رانر. هو عايز استخدم ادفيرب، حاجه بتيجي في الاخر. فاكره خالت الرغايه وخالت الكئيبه؟ الكئيبه اللي هي اخرها ايه؟ اللي هي مين؟ كويك ولا كويكلي ولا كويكست ولا سلو؟ كويكلي. كويكلي دي معناها بسرعه. تعال نشوف اللي في الاخر ده. هي مستر انت بتقول انت بتختار اللي في الاخر اللي هو الادفيرب لو الحاجه اخرها ال واي او فيها ويل. I can write English paragraphs. Good ولا ويل ولا باد ولا ساد؟ طب جود دي غلط ليه؟ لان جود دي لازم يبقى بعدها كلام. خالتي الرغايه، جود جيرل، جود بوي، يبقى هتبقى ويل. يبقى انا هنا هنا بكتب الباراجرافات الانجليزي بطريقه جيده.
مين اللي عليه الدور؟ سما. Elephants are land animal in the world. عايز أقول الأضخم. The biggest. The biggest. أول واحدة. يلا يا مؤمن. Snails move very A. طبعاً اللي بتيجي في الآخر حاجة آخرها L Y أو will يبقى slowly. بتتحرك ببطء. يلا يا مؤمن. يا حمزة. Jellyfish swim A. Quickly. فهم يا رمس؟ يبقى كل اللي بيجي في الآخر آخره L Y أو will. طيب هات اللي بعده رماس. Ants are then. ها؟ سي. هتبقى سي سترونجر. برافو عليك. هات سما. Insects can find food A. Easily. برافو عليك. بسهولة. كمل معايا يونت 3 اللي انت هتلاقيه بيج نمبر 25 في الملحق بتاع الكتاب بتاع الباهر. الكسندريا اند كايرو ار اي يعتبروا جوفرنوريتس اللي هي محافظات. طيب النيو فالي اللي هي محافظه الوادي الجديد دي تعتبر ايه يا مستر؟ تعتبر ذا بيجست اكبر محافظه. ما هي مش يا مؤمن؟ طيب يلا يا حمزه. نيو فالي دي خلاص. ابر ايجيبت ووز ان ذا اي اوف ايجيبت. ها مصر العليا دي او الصعيد موجود فين في مصر؟ في الويست ولا الساوث ولا النورث ولا الايست؟ موجود في الشرق؟ لا الشرق موجود البحر الاحمر. هيبقى موجود في الساوث في الجنوب. يبقى ابر ايجيبت ده موجود فين؟ في الساوث جنوب. يلا يا رماس. فرعون مينا اللي هو الملك مينا او الفرعون مينا ده عمل ايه للشمال والجنوب؟ ايوه وحد. وحد يعني ايه بقى؟ decided divided united separated. هتبقى يونايتد. افتكرها بمانشستر يونايتد. هات اللي بعده. يلا يا سما. means behaving in a way that helps your society. يعني التصرف بطريقه تساعد مجتمعك اللي هي citizenship ولا الفريندشيب ولا السبورت. يبقى المواطنه. يبقى المواطنه ان انت تتعامل بطريقه كويسه يا مؤمن تبقى مواطن صالح كده. هات اللي بعده. هل تفتكر الناس اللي في الشارع دول اللي عمالين يعملوا ضوضاء دول مواطنين صالحين؟ لا مش مواطنين كويسين. تمام هات اللي بعده. wrote down everything that happened in ancient Egypt. مين دول يا ترى؟ الساينتستس ولا الاثريتس ولا الفيت ولا السكرايبس؟ لا فيتس ده اللي هو اطباء بيطريين. هتبقى الاسكرايبس اللي هم الكتبه كانوا بيدونوا كل حاجه. هات سما. ايجيبت هاز ميني تايبس اوف تراديشنال ميوزك. ايجيبت هاز ميني تايبس اوف تراديشنال ميوزك. عايز اقول موسيقى شعبيه. هتتحفظ يا دكتوره سما. تراديشنال فولك ميوزك. تتحفظ. تراديشنال فولك ميوزك اللي هي الموسيقى الشعبيه. هات رماس. زير ار جوفرنريتس ان ايجيبت ناو. في كام محافظه دلوقتي؟ يلا يا مؤمن. The girls at my music club are my A. neighborhood ولا citizenship ولا friendship ولا community. اللي هم تعتبر ايه؟ البنات اللي هم في نادي الموسيقى يعتبروا ايه؟ neighborhood ولا community. مجتمع. هات اللي بعده. scribes wrote on paper made from reeds. يلا يا رماس. الكتبة اللي كتبوا على ورق مصنوع من ايه؟ البيبريوس ريد ولا البلاستيك ريدز ولا البيبر ريدز ولا الميتال ريدز؟ معمول من البيبر ريدز؟ لا البيبريوس يا دكتورة. معمولة من أعواد البرد. انت مش مذاكرة خلي بالك. يلا يا حمزة. The Aswan was built in 1970. اللي اتبنى في 1970 الهاي دام ولا البريدج ولا التمبل ولا البيراميدز؟ المعابد؟ لا الكلام ده صح يا مؤمن؟ امال ايه اللي اتبنى؟ اللي اتبنى السد العالي. الناس اللي مش مذاكره الناس تذاكر هاي دام. يبقى ذا اسوان هاي دام. السد العالي بتاع اسوان اتبنى امتى يا رماس؟ 1970.
مل على الدور سما. There are many parts of the history ancient. في كم بارت في تاريخ مصر القديمة؟ ساعة ما قلنا المملكة إيه والمملكة إيه والمملكة إيه، كان كم مملكة؟ أيوة جدع يا رماس، كانوا 3. أوكي يبقى كم مملكة يا مستر؟ 3. هات سما. سعيدي ميوزك يوزز فيولين أند إيه، بيستخدموا إيه الفيولين وإيه كمان؟ سعيدي الموسيقى الصعيدية. لا والأوبوس. الفيولين والإيه والأوبوس. هات نمبر 14 هطلعها لك. مل على الدور. Scribes wrote in ancient Egypt. يلا يا رضوى يا حمزة. الكتبة كتبوا في بأي لغة؟ Hieroglyphs English Arabic French. Hieroglyphs. طيب يلا يا حم يا رميس. There are as running shoes. They are a. ايه ده اللي هي شيء الحاجة بتاعتها تبقى اسمها ايه؟ فين هيدي؟ نمبر 1 الحاجة اللي هي ملكها شي شي ملكها شي اللي انا بشاور بيها عليك وبقول ان انت شي هي حاجتها هتبقى يا دكتورة لو ذاكرنا كده اهو هتلاقي ان مكتوبة هير في النص وفي الاخر هيرز تحط لها اس يبقى انا هاخد مين؟ هيرز وحش. هات سما. It's Ferris and Mustafa's neighborhood. It's A. يعني ده الحي بتاع مصطفى وبتاع فارس. عايز أقول حيهم هما. سهلة. هتبقى إيه؟ زير ولا زيرز ولا زي ولا أورز. خلي بالك النقط لو في الآخر كلها بتبقى آخرها إس ما عدا ماين. يا ترى زيرز ولا اورز دي انا عايز اقول بتاع بتاعهم هم اورز دي يعني بتاعنا احنا زير. يبقى زيرز. هات مؤمن. اتس بايك اتس يورز. يورز ده هي بتتحول لمين في دول؟ اتس يور. جدع يبقى اتس يور بايك. يلا يا حمزه. از ذات يور دادز كار؟ يس اتس اي. يعني هل دي عربية والدك؟ أيوة. إيه إتس إيه بتاعته هو 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 هز. يلا يا رماس. إتس كوميونيتي إتس ماين. إتس إيه ماين دي بتتحول لمين في دول؟ ماين بتتحول لمين في دول؟ طب بص يا دكتورة استاذيك روح البيت احفظي لي الجدول بعد اذنك. اوكي يعني يا ريت التيبل ده يتحفظ بعد اذن حضرتك يعني ده مش هيضايقك يعني يبقى التيبل ده يتحفظ ده اهو اهو دي ماين اهي اولها ام هتاخد مين؟ ماي. الاثنين شبه بعض وكل دول اللي بيجوا في الاخر اخرهم اس ما عدا ماين مش اخرها. طيب يبقى دي يا مستر هتاخد ايه؟ ماين موجوده يبقى هتاخد مين؟ ماي. هات اللي بعده. يلا يا سما. There are Adam's neighbors. They are E. ادم ده اللي هو هي الحاجه بتاعت ادم هي هتاخد ايه؟ ها ملكه هو. طبعا انا مش عارف اجاوب فانا لان انا مش حافظ اهو هز. That's your bike. It's A. ركز يا مؤمن. That's your bike. هتبقى سي. ده هي عجلتك لان اليور بتتحول ليورز. يلا يا رد يا حمزه. Scribes very important people. Scribes دي هتاخد ايه مع الانشنت ايجيبت مع مصر القديمه؟ هي مصر القديمه دي بريزنت ولا باست؟ باست. حاجه حصلت في الماضي. من دول باست؟ رماس. الباست يا شباب هتبقى ووز او وير. الباست هيبقى ووز او وير يا رماس. فانا عشان سكريبس كتيره فهاخد وير. عشان سكريبس كتيره هاخد وير. الحاجه المفرده هاخد ووز. هات اللي بعده.
you go yesterday. هنا هو yesterday موجودة. yesterday بتاخد do ولا are ولا did ولا does. ها yesterday موجودة باخد did يا مستر أو didn't، واحدة من الاثنين دول. يبقى yesterday و last و ago موجودين، باخد did أو didn't. أدي did. هات اللي بعد. يلا يا مؤمن. People to live near the Nile about 9,000 years ago. ago موجودة. حاجة present ولا past ago دي؟ present. ماشي، هتاخد أني واحد؟ هتبقى C. هتبقى C started. هات 11. Ancient Egyptians in hieroglyphs. عايز البست يا شباب. wrote ولا writes ولا write ولا writing؟ writing. هتبقى مستر روت أول واحدة عشان ده ماضي. هات اللي بعد نمبر 12. English yesterday هتاخد ايه؟ رماس. أني واحدة من دول بست يا رماس عشان yesterday موجودة؟ بي. البست بيبقى آخره إيه دي؟ هتبقى بي. يلا يا سما. It's my house. It's A. My ده هي بتتحول لمين؟ Mine. يلا يا مؤمن. It A very hot yesterday. yesterday موجودة. هتاخد مين؟ سهلة. هتبقى C. هي إت بتاخد where؟ الهي والشي والإت والآي كل دول يا مستر بياخدوا ووز. أما الوي واليو والذي كل دول بياخدوا وير. ياريت الناس تكون بتذاكر شوية. تعال نشوف حاجة كمان. يبقى دي طبعا مش هتاخد وير عشان إت موجودة، فهاخد ووز.